لأول مرة تشوف هذه القناة، ما تنسونيش بواحد لايك وبواحد البارتاج وواحد الاشتراك، وما تنسوش ديروا الجرس باش يوصلكم ديما الجديد. شكرا لكم، وفضلا وليس أمرا. سلام البنات، كي دايرات؟ لاباس عليكم؟ بخير، صحة لاباس؟ نتمنى تكونوا كاملين بخير. ما كنتش بغيت نصور، قلت لا علاش لا ما نصور معكم. مع الله جيت من الخدمة البنات وقلت لصاحبتي سامية تجي لعندي، هي وراجلها وبنتها الكاسكروت. قلت علاش لا ما ندير لها مسمن معمر، حيت ديما مصدعاني ولا البطبوط معمر. المهم غادي ندير شي حاجه نص نص واقيلا، ولا المهم داكشي اللي قال لي راسي غادي نديرو. المهم البطبوط يكون معمر ولا مسمن معمر، ما عرفتش دابا شنو غادي ندير لها. ديما تقول لي ديري ليا ديري ليا، وجيت دابا قلت علاش لا. انا باقي بحوايج البنات، ها باقي نفس الحوايج ديالي مازال كاع ما بدلت. المهم هنايا عندي 8 تاع خزوه تاع البنات اللي طحنت في مونينيكس، وهنا عندي جوج بصلات مع نص ديال القزبر اللي طحنت هنايا، وهنا عندي الشحمه يعني مسمن معمر بالشحمه وبخيزو. توحشنا المغرب، والله جيت من المغرب. المهم البنات غادي سميتو هكذا، غادي ندير لي نسكن الجبيره البنات كيف تشوفوا، وشويه تاع البزار، وباقي ما عجنتش البنات، باقي غادي نعجن واحد كيلو تاع الدقيق ولا كيلو ونص، والخرقوم. وهنا ما فيا ما قشرت الثومه، قلت بلاتي باش نزرب وصافي. وهنا عندي الثومه ديال اللي مطحونه البنات، بيان سور عندي هنايا شويه ديال الملحه، وهنا ندير شويه ديال زيت الزيتون. كيف عرفتي كيف عرفتوا كاينه الشحمه، هادشي اللي كاين البنات. غادي نخليه يتشحر، بيان سور غادي نشد هاد الشحمه اللي قطعت بالموس، انا درت ليه هكا باش غير يبان لكم. صافي البنات غادي نخليه يتقلى واحد شويه، ما غاديش نخليه حتى يطيب، غير يتقلى غادي نطفي عليها البنات. البنات تفكرت، وغادي ندير شويه ديال الهريسه شوي 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 مع كاين كاينه بنتها وولدي، غادي ندير غير شويه اللي غادي ندير مع تا تجي بنينه يا البنات، تكون غير شويه حاره حاره حاره. يا 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 يا, يا, يا. المهم البنات بسم الله الرحمن الرحيم، بقات كاع عندي البلاصه هنايا. المهم البنات غادي نعجن. بلات رجعت لكم حيت بزاف ديال التساؤلات عاوتاني، اش درتي في ديك العجينه؟ كيفاش درتي لديك العجينه؟ المهم علينا حتى البنات، درت غير كيلو ديال الدقيق كيف تتشوفوا هنايا، واش تتبان لكم؟ عندي الخميره ديال الحبوب، عندي شويه الملحه، وهنا عندي السكر، هذاك السكر القهويه البنات، فهمتوني؟ هادشي اللي كاين. وغادي ندير الماء، هذا الماء سخون وزدت ليه الماء يعني الماء بارد، وغادي نعجنها. ما بغاش تعجن ليا البنات، قلت بلاتي نحطها في الارض، قلت بلاتي نصور معكم تشوفوا الحمقه ديال كنتم، تشوفوا الحمقه ديال كنتم فين جالسه. داكشي علاش بغيت نبارطاجي معكم كلشي باش تعرفوا كنتم له يعني بسيط. داكشي اللي تندير نوريه لكم البنات. صافي غادي ندير لك باقي واحد شويه هنا. وهنا البنات جمعت العجينه مزيان البنات باش نديرها في البلاستيكه. المهم نديرها البنات في الميكا كيف تشوفوا. صافي غادي نخليها بحال هكذا البنات غادي ترتاح. صافي وهنا غادي نطلع لها الكميله ديالنا. صافي ديك الخضره راه دارت، غادي نخليها باقي واحد جوج دقائق حتى ثلاثه دقائق وغادي نحيدها، يعني ما فيها لا بلول لا حتى حاجه تنصات. وصافي البنات هادشي اللي غادي نقول لكم. البنات نقطع هذا نقطعها ونرجع معكم حيت قطعت ليها الميكا، غادي نرجع دابا معكم ان شاء الله. هانتوما البنات نخليهم حتى يرتاحوا وعاوتاني نعمرهم، هانتي هي الاخيره. المهم البنات فاش عجنت معكم داك المسمن ولا البطبوط مازال ما عرفتش غادي ندير. المهم غادي نصبن معكم هنايا. يا ربي يا ربي تضعفوا الحوايج والله العظيم ما تتقاضاوش. هادشي هذا هو الروتين ديالي البنات ملي تجي الخدمه. يا سلام تتلقاي كلشي قدامك، خاصك كلشي ديرو، يعني المراه هي كلشي في الدار البنات. هادشي اللي غادي نقول لكم، كونوا حادقين، ما بقيتوش تخليو الشغل في الدار تيتجمع عليكم والمهم تنعطيكم غير النصائح البنات. انا بعدا ما تنخلي حتى حاجه تزاد علي، يعني كثار عليا داكشي. المهم هذا هو البرودوي اللي جاب لي راجلي، بدل لي البرودوي ديالي حيت ما لقاش،
وجاب لي واحد اخر، قلت علاش لا ما نجربوش، حيت انا مولفه ديما تنستعمل واحد جوج البرودويات، وهادشي اللي كاين البنات، وهادو تندير هادوك الليله نجيت باش ما يتخلطوش ليا الالوان، وهادشي اللي كاين البنات. 30 صافي، خلي هادشي هكا، وهادي راه غادي للخدمه عاوتاني البنات، داكشي علاش جاكيتي محطوطه تما وصاكي. المهم البنات، كنت في إيماؤس ولكن ما صورتش لكم، حيت كان عامر بالناس وكل شيء، يعني الجوطية البنات شوفوا شنو شريت في الجوطية، شريت هادو سخانين وباقي جدادين كيف تشوفوا بالتيكيتا، وشريتها ما تتبان لكم كاع مستأورية البنات، باش شريتها باقي جديدة يا البنات وسخونة، وشريت هاد السبرديله لولدي ها نتوما اديداس كيف تتشوفوا هاد سميتو ولا ما نعرفاش، المهم هاد فيها هاد بحال ديال اديداس ولكن ما مكتوبش فيها اديداس، ها هي حتى هي باقي جديده البنات كيف تتشوفوا، باقي يعني ها باقي بديك البلاستيكه ديالها هي هادي ها نتوما، شريتها لي ب 8 اورو ها هي 8 اورو. المهم اش غادي نقول لكم، واش اديداس ولا ماشي اديداس ما عرفتش بالضبط. هذه ديال مونوبري كيديس ما عرفتش، المهم شريتها لي ب 8 اورو، وبنت اختي وصاتني شحال هذه على واحد لاباري ديال الخياطه، قالت لي راه لقيتيها في ليديل شريها لي، راه دايرين ليها لي بروموسيون، ولكن فاش مشيت لايمايس وانا لقاها ها هي 3 اورو يا البنات كيف تتبان لكم، هذه 3 اورو ما شريتها، باقي جديده 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 جديده. المهم خرجتها ودرت مع الفيديو الشات باش ما نشريش شي حاجه وما تبغيهاش، ها هي وكاين فيها الثوب ديالها هنايا. المهم عليناش غادي، ما بغيتش يجي الفيديو طويل، ها فاش تجي عندي نعطيها ليها، ها هي ها ليلى ها هي. البنات كيف تتشوفوا راه نشفاتها، كيف تتشوفوا ما فيها لا بلول لا حتى حاجه، وغادي نبدا بهاد الاولانيه كيف تتشوفوا تبارك الله العجينه رطبه 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 كيف تتشوفوا، فاش تديروها في الميكا هانتوما البنات غادي نعمرها، والثاني غادي نخليها ترتاح نعمرو كامل قدامكم. نعمر البنات هانتوما كيف تشوفوا البنات، وغادي نشد الجناب ديالها هكذا راه ما غاديش تقطع لا حتى حاجه، صافي غادي تجمعوها هادي هكذا وصافي غادي تخليوها عاوتاني هكا. قلت لكم هادي الاخيره، دابا غادي نبدا بهادي هادي هادي هكذا بحال هكذا. المهم غادي نكملو ونرجع معكم البنات ونعطيوها عاوتاني، نعرف ندير معكم هادي شويه زيت بعدا هانتوما، داكشي علاش درتهم شويه كبارات. نعمر ليك مع الخدمه يعني خاصه نكثروا فيها، وصافي نبقى نجمع هاد الشيء البنات كيف تتشوف صافي البنات هكذا نرد عليهم بلاصتها. صافي البنات راه كملتهم، المهم دايره البطبوط ما درتش المسمن وشاطية غير هادشي، المهم هادشي غادي نحافظ عليه باش نطيبو ان شاء الله في الدار.
صافا البنات فاش ارتاحوا ليا تنجبدهم بحال هكا، راه وصفه زوينه البنات وتجي بنينه، وخصوصا في هذا رمضان تتوجدوهم دغيا دغيا، يعني ما تتاخدش الوقت بزاف، تقدروا كيف المهم طيبوهم وديروهم في كونجيلاتور وتبداو تخرجوهم وتبداو تسخنوهم على حساب رمضان. المهم المهم كل واحد يدير اللي بغى يدير. المهم انا غير تنقول لكم البنات راه اللي تندير انا تنبارطاجي معكم، راه انا انسانه عاديه متواضعه، ماشي غير الناس لك مشاو لاوروبا راه تتبدلوا ولا ما نعرفاش، لا داكشي انا ما عنديش معاه، عندي ديريكت ديريكت البنات. وكيف تتشوفوا يا البنات تيجيو رائعين لذادين، حتى منظرهم من يعني غير من الكاميرا تيبان غزال بزاف بزاف بزاف، وتيجيو هشاشين البنات. راه تبارك الله صاحبتي ساميه ولا راجلها و كلاو 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 تبارك الله عليهم، وحتى حنا بالضبط بيان سور حتى حنا كلينا جو لذادين البنات، وخصوصا بواحد البراد ديال اتاي، وخصوصا فاش تنتجمعوا على الطاوله الماكله تجي لذيذه. شوفوا البنات كيف تيجيو تيجيو هانتوما. هادشي غادي نقول لكم، الى عجبكم الفيديو ما تنساونيش بواحد اللايك او بواحد البارطاج لاول مره تشوف هذه القناه، ما تنساونيش ديروا الاشتراك وديروا الجرس باش يوصلكم ديما الجديد، وكما ديما تنقول لكم محتاجه التشجيعات ديالكم، وبيان سيغ الكومونتيغات الزوينين خليهم ليا، الناس الجدادين يعني الناس الجدادين اللي غادي يدخلوا عندي خليهم ليا، وتنشكركم بزاف بزاف الناس القدامين اللي ديما معايا. وهذه هي الطبلة متواضعة كيف تشوفوا بالردة تاي والمسمنات، يا سلام البنات ما شهيتكمش. شوفوا البنات تيجي رطب كيف تشوفوا، و تيجي بنين بنينة البنات، تيديشيغي تيديشيغي تيديشيغي.